السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ أنا معكم اليوم في درس جديد في مادة التربية الاجتماعية، ولكن قبل أن نبدأ درسنا علينا أن نراجع قليلا ما أخذناه في الحصة الماضية. هل تذكرتم صاحب هذه الصورة؟ من هو يا ترى؟ من هو صاحب هذه الصورة؟ هيا فكروا. أحسنتم، إنه الشريف الحسين بن علي. حسناً يا صغاري، عندما ذهب العرب إلى الشريف الحسين بن علي وطلبوا منهم أن يساعدهم. هذه مساعدة. اسمع السؤال، لماذا لقب الشريف الحسين بن علي؟ كان قائد؟ أحسنتم، قائد الثورة العربية. طيب يا صغاري، لماذا لجأ العرب إلى الشريف الحسين بن علي؟ لأنه كان يلقب وكان لديه الكثير من الصفات المعروفة عنه. ما هي؟ ما هي الصفات الشريف الحسين بن علي؟ ما هي؟ أحسنتم، الحكمة، الشجاعة، حسن التدبير. حسن التدبير. الآن قد أحضرت معي جدي عمر. جدي عمر يريد أن يحكي لنا قصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا يا جدي. ماذا ستحدثنا اليوم يا جدي؟ أهلا يا صغاري، أنتم في الصف الثاني. نعم أعلم، سوف أطرح عليكم سؤال. ما هي عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية؟ يعني ما هي عاصمة الأردن؟ أنا سأجيب يا جدي، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان. أحسنت يا آية. إذن نحن نسكن بالمملكة الأردنية الهاشمية. اسمعوا هذه القصة، قصة تأسيس إمارة شد الأردن وكيف أصبح اسمها المملكة الأردنية الهاشمية. شغل التلفاز يا آية. توجه الأمير عبد الله الأول طيب الله ثراه الأردن، فاستقبله الأردنيون جميعا وطلبوا إليه أن يبقى في الأردن وبايعوه ليكون أميرا عليهم، فقام بتأسيس إمارة شرق الأردن. يا جدي، إذا من هو الذي أسس إمارة شرق الأردن؟ يا آية، إنه الملك المؤسس الملك عبد الله الأول، وكان اسمها إمارة شرق الأردن، وبعد أن أسسها الملك عبد الله الأول أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية. يا جدي، إنها قصة جميلة، أشكرك جدا جدا. حسنا يا صغاري، الآن سوف أعيد لكم القصة بصوتي، اسمعوني. حسنا، الأمير عبد الله الأول، هذا الصورة هو الأمير، توجه إلى الأردن، أي ذهب إلى الأردن، فاستقبله الأردنيون. كان عندما ذهب الأردن من سيستقبله؟ الأردنيون، وبايعوه ليكون أميرا عليهم، فقام بتأسيس إمارة شرق الأردن وسمي الملك المؤسس. إذا عندما أسألكم من هو الملك المؤسس، الملك عبد الله الأول. إذا يا صغاري، تعالوا أنا وأنتم نراجع معا هنا هذه الخريطة التي تبين إمارة شرق الأردن أو المملكة الأردنية الهاشمية. انظروا إلى المملكة الأردنية الهاشمية الذي هنا نعرفه. هاي انظروا معي إلى هذه الصورة. في الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية، من هو الذي يوجد في الصورة الأولى؟ أخذناه في الدرس الماضي يا صغاري. من هو؟ أحسنتم، الشريف الحسين بن علي. وما هي إنجازاته؟ رائعون، أنا فخورة بكم، كان قائد الدولة العربية الكبرى. طيب، من هو في الصورة الثانية هذا الشخص؟ من هو صاحب هذه الصورة؟ الآن عمر قال لنا القصة، سأساعدكم. الملك عبد الله الأول. أحسنتم، وماذا فعل عندما بايعه الأردنيون؟ ماذا قام؟ تذكر، هو يسمى الملك المؤسس، من كلمة المؤسس، قام بتأسيس
الإمارة في شرق الأردن، يعني من هو الملك المؤسس؟ الملك عبد الله الأول، أحسنتم. من هو قائد الثورة العربية الكبرى؟ أحسنتم. رائع وشريف الحسين بن علي، كما أنا فخورة بكم. الآن إذا عندما كانت تسمى إمارة شرق الأردن، فقام بتأسيسها وسمي بالملك المؤسس الملك عبد الله الأول، فأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية. الآن يا صغاري سوف أطلعكم وأعلمكم ما معنى كلمة المملكة، وما معنى كلمة الأردنية، وما معنى كلمة الهاشمية. انظروا، المملكة سميت مملكة لأن نظام الحكم فيها ملكي وراثي. لو أحد سألني السؤال ماذا نعني بملكي وماذا نعني بوراثي؟ ملكي أي أن من ينصب عليها يسمى ملكا، مثلا الملك عبد الله الثاني، الملك الحسين بن طلال، جميعهم اسمهم ملك، والمملكة هي الدولة. إذن المملكة سميت مملكة لأن نظام الحكم فيها ملكي وراثي. سوف أريكم شيء، انظروا من هنا إلى الصور. بدأ الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية من الملك عبد الله الأول، هو أولا، ومن ثم جاء بعده الملك طلال، هو في الصورة الثانية رقم 2، في الصورة الثالثة الملك الحسين بن طلال، وأخيرا الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. إذن إذا رأيتم نظام حكم ملكي، جميعهم ملوك وراثي، أي أنهم الحكم ينتقل من الأب إلى الابن، من الأب إلى الابن، وهكذا يصل. نعود مرة أخرى، عرفنا جميعا ما معنى المملكة. المملكة يعني نظام الحكم فيها ملكي وراثي، ملكي اسمه ملك، وراثي أنه يتناقل من الأب إلى الابن، أو ينتقل الحكم من الأب إلى الابن. طيب ماذا معنى الأردنية؟ انظر يا صغار، سميت الأردنية هي نهر الأردن. جمعنا هيا نرى ما هو نهر الأردن. انظروا ما أجمل نهر الأردن، ها هو نهر الأردن. إذا يا صغاري سميت المملكة الأردنية، لماذا أردنية؟ تيمنا لنهر الأردن، ها هو نهر الأردن، كم هو جميل. حسنا نعود إلى درسنا. إذا المملكة الأردنية الهاشمية، عرفنا جميعا معنى المملكة، عرفنا سميت الأردنية بنهر الأردن تيمنا بنهر الأردن، هل رأيتموه ما أجمله؟ والآن لماذا سميت بالهاشمية؟ سميت بالهاشمية لأن نسب العائلة الحاكمة يعود لبني هاشم. إذا يا صغاري تعلمنا من الأول سريعا سريعا من هو الملك المؤسس؟ الملك عبد الله الأول جاء إلى الأردن، إلى الأردن، وتبايع مع الأردنيون وأصبح ملكا عليها، وسمي من إمارة شرق الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وتعلمنا أن المملكة سميت مملكة لأن نظام الحكم فيها ملكي وراثي، يسمى ملك ويتوارث الحكم من الأب إلى الأب. والأردنية سميت تيمنا بنهر الأردن، قد رأينا نهر الأردن. الهاشمية نسبة العائلة الحاكمة يعود نسبها إلى بني هاشم. أحسنتم يا صغاري. والآن ولا ننسى طبعا علمنا الجميل الجميل، جميعنا نعرف ألوانه، في الأعلى أسود، في الوسط أبيض، وفي الأخير في الأسفل أخضر، ويحتوي على مثلث أحمر وفيه نجمة سباعية لونها أبيض، علم المملكة الأردنية الهاشمية. انظروا إليه جدا، ما أجمل. أشكركم يا صغاري، وأتمنى أنكم قد استمتعتم معي أنا وجدي عمر، وأتمنى منكم أن تحلوا الأسئلة الموجودة في ملزمة في درس مملكتي. أشكر لكم حسن استماعكم.